Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Al-Ustadz Haji Mukmin Ainul Mubarok. Beliau adalah juara satu tingkat internasional di negara Malaysia dan jiran. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها
wa man وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ قل ربي أعلم قل ربي أعلم قل ربي أعلم قل ربي أعلم من
وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ قل ربي أعلم من جاء بالهدى قل ومن هو في ضلال مبين بسم الله الرحمن الرحيم وما وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى قل إنما يوحى فهل أنتم مسلمون
وَمَا فهل أنتم مسلمون؟ وما إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّمَا يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فقل وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنَّ أَدْرِي فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن وربنا الرحمن
وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. لم يلد ولم ولم يكن له كفؤا أحد. وربنا الرحمن وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. وربنا الرحمن ربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله.
صلي وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه